الراجل بيموت يا جماعه، الراجل بيموت، الراجل بيموت، الراجل بيموت. خلي بالك ان امي ماتت، انا ما خدتش من ورا امي جنيه. مرض ما رحتش عزاها، قال لنا تعالوا مرض. برضه الراجل بيموت، مش انا والله العظيم، الراجل بيموت فوق. مش حدش سامعني، الراجل بيموت، الراجل. بس بقول لك هو ومراته وعياله ب 1000 سنه. بس انا ما اقولهاش، ما اقولهاش بنتها، البنت هترجع لباباها تقول لي لا 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 لا. هو المانع لسه شاتمني قبل ماجي. انا شاتمك؟ اي أيوة والله العظيم الرقم معايا، والله العظيم ما حصل. حاجة يا حاجة، شوف حاجة، انا حاجة حاجة، انا هكلمك يا حاجة عشان نرجع، عشان حاجة، عشان نرجع الست. الراجل، الراجل يا حاجة خدي نادى. انا ليل ونهار مراتك في بوتيك. محمد ايه اللي جمعيت؟ انت بتشرليني فلوس وقت قدام التلفزيون؟ انا ما خدتش فلوس والله العظيم. مفيش تلفزيون، ده انا مديون للدنيا كلها بسبب اخويا. يا سلام، ده انا مديون للدنيا كلها بسبب الحاجه. الحاجه يا حاجه سيبك، حاجه بال 10000 حاجه، سيبك من خالد خالص. 300 جنيه افكه. طب سيب مرفوع عليا ان انا اطرب من قلب الشقه ان فيها اخويا، ان انا واخد فلوس. سيبك من خالد خالص. صرفت على مراتك في الشاليه يا حاجه. سيبك من خالد، سيبك. روحت، سيبك من خالد خالص. دبت النملة، دبت النملة. بقول لك ايه، سيبك من خالد خالص. والله العظيم ما عندك دم. سيبك من خالد خالص، احنا هناخد محمد. ما عاوزهاش، ما عاوزهاش. هناخد، عارف واني بنتي مش هخليها. كلميني انا بس، كلميني انا. مش هكلمه هو. ايوه عايزين نرجع البنت. اسمعي، عايزين نرجع البنت والام لباباها. ماشي، لما يقبلها مطرح عند مرتك. هنجيب لهم مطرح. قولوا له عملت في ايمان لو انت الجرأة. يا ستي بقول لك هنجيب لهم مطرح. احنا خدناها ليه؟ بقول لك ايه، هنجيب لهم مطرح. ماشي، لا ما انت صعبه قوي برضه، ما تسمعينيش يا لهوي. لا اللي عملوا فيه. اسمعيني، بقول لك هنجيب لهم مطرح. ممكن مراته وبنته يرجعوا له. ممكن يا ستي بتكلم. مفيش راجل اخويا يعني يصرف. يا ناس انت ليه مش بتردي عليا؟ انت ليه مش بتردي عليا؟ 300 جنيه فاكهه. بتردي عليا؟ نعم. بقول لك سيبي خالص اللي فات ده. بقول لك من دلوقتي نرجع البنت والست لباباها. لا هتقعد شويه في المستشفى وشويه في البيت معايا. هنجيب لها مطرح. احنا هنجيب لها مطرح. ماشي؟ زي ما خدوها هي وعروسه عند خالد. يعني ايه عروسه؟ زي ما خدها لما جت، لما جت عايزه شبكه يعني وكده؟ لما جت وخدوها من عند خالها، راح اوديها على خال. مش هجيبها لجاد بعدها. يعني هو يقوم ازاي؟ هو ما بيقومش. هو اللي هيجي. انا هنزل بيها على خالها وانت سعادتك اللي هتكلم. ماشي، حاضر. بس حاضر. لو قالها، لو قال انا اكلم خالها واروح. ماشي، بس عايزه مطرح. عند اخوه ما تقعدش ابدا. لا دلوقتي حماته ست طيبه، ولما الواحد بيمرض او 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 بيزعل بتلاقي كل الخلافات دابت وكل حاجه راحت لحالها، والحما مش عايزه تمشي مع ان ركبناها العربيه غير لما تطمن على محمد بنفسها. وده يدل على ان انت شخصيه اصيله وجدعه. هو كل الصعايده جدعان بصراحه. انت تلاقيه مهنش عليكي برضو ان انت في الاخر هو ابو بنت. قلب ابيض. في حاجه وحشه معايا كويس. تبت الدنيا فيه وحنيت الدنيا فيه. كان اللي عايزاه بنتي يجيبوا لها لو طلبت طلب يجيب لها 10. والله، والله العظيم كان يبكي عليها بكا. اهي بتقولي لها يا ستي؟ ايوه. يما ما تقولي السلام تموت. امك طالعه لابوك سنتين. سنتين رمى بنتي وبهدل فينا وبقول احنا مش هنجيب سيره خالد جوه خالص. بس ما يبصش في وشي. بس هشوف هو اتحط. فضلت 3 ساعات تشكر فيك تحت وتقول ان قلبك ابيض وان بنتها بتجيب لها كل حاجه هي عايزاها وان انت احسن زوج في الدنيا. وفضلت تصرخ في الشارع عايزه تبص عليك وتسلم عليك باي طريقه. والله العظيم فضلت تقول اطيب واحد في الدنيا وقلبه الابيض.
وانك عمرك ما قصرت مع بنتها في حاجه، وكنت بتجيب لها كل حاجه هي عايزاها. شفت الخلافات دابت في لحظه اهي، وعايزه ترجع لك بنتها في اي وقت. بص راسك اهي. ما قلتش علي عشان انت قلبك ابيض، انت فيك حنيه تسال ولاش حظك حلو وربنا هيحبك. ما كانش شفت بس راسك اهي، وضميري اللي هو اللي وصلني الاستاذه رمسه. والشده اللي انت فيها ايمان قصرت معاك؟ قصرت؟ ما قصرتش معايا، واحنا بعشتنا بس تخلت عني بعد مرض، ولما مرضت ما اتحجزت من المستشفى ما جاتش زارتني. شفت دي مرداش ما سبتكش، استلفت الفلوس وبعتها لك معاها وكانت هتتحط في العربيه. خالد اخوك ما احنا قلنا ايه؟ انت هتفتحي برضه؟ ماشي نسيت معلش. خلاص يا محمد محدش زعلان منك، مش زعلان منك ولا حد زعلان منك. ولما تطلع من هنا وما هيجولك، واحنا قلنا لهم ان احنا هنجيب لكم مطرح وتقعدوا مع بعض تاني ومفيش مشكله. وقلنا انا منك ابدا، انا اتحدى الدنيا كده عشان. وقلنا لندى ان باباها هيرجع خلاص، صح يا ندى؟ مش احنا طلعنا من هنا قالت لي انا زعلانه عشان بابا ما جابش شقه، فاحنا قلنا لها احنا بابا هيجيب الشقه ويقعد معاكي. يا رب يشيل عنك. ايه ندى ضحكة طيب. شفت بقى بابا هيرجع خلاص، اول ما نطلع هنقعد مع بعض تاني ماشي. ان شاء الله وزغرت لك وهعمل لك فرح. وانا زغرت له انا كمان ان شاء الله. بزغرت احلى منك اكيد بكتير. انا بزغرت اكتر منك بكتير. تشوف يلا بس سيدي. طب لازم بتحبك بس وحشها والله. شوف بقى ده مثال رهيب على ان الواحد بسيرته مش باعماله. شفت انت قاعده تقول ايه؟ انا اكيد زعلانين مني، انا اتخليت عن بنتي، انا سبتها لوحدها. كلهم فاكرين لك الخير وكلهم واقفين يقولوا اجدع واحد واحسن واحد، وما كانش بيسيب بنتي محتاجه حاجه، وقلبه ابيض وحبيبي وابني. والبنت بكل ما تشوفك بتعيط من كتر ما هي بتحبك. يعني سيرتك واعمالك هي اللي فضلها لك ان انت راجل طيب جدا وجميل جدا. وحاجة تانية كمان، عارف انا صورت اللقاء ده ليه؟ ان لما الواحد بيمرض وبيقع في مشكلة كل الخلافات بتدوب، وما كانش ليها لازمة اساسا. لا طبعا هي بص خلصت في دقيقة، في ثانية، في ثانية على قد اللي انا كان نفسي شيء. لا شفت قعدت تقول لا يمكن يجيبوها ولا يمكن يعملوا وبتاع، كانوا معارضين بنفس هذا الوضع. ولا معارضين، ده هي عايزة تجيب بنتها دلوقتي وتوديها لخالها ونروح نجيبها وترجعوا على بيت، ولا في خلافات ولا في اي حاجه. هو الوضع كله اللي هو ما كانش بايدي شيء. ما قالتش ان في اي حاجه كانت بايدك، ولا قصرت في شيء. حد قال انك قصرت في حاجه؟ حاجه كتبت علي الحمد لله. ولا زعلنا اكتر بوحدي بنت عني. بس ما هتجيلك على طول، احنا اتصالحنا اهو. اي وقت اي وقت هتطلبها اطلبها انت، بس تطلبها انت ما حدش تاني يطلبها. خليك استاذ رهيب. والخلافات بص بتدوب في لحظه. خليت وقفت جنبه وخليتني اشوفها. مش خليتك اشوفها خلاص، هما مش زعلانين منك خالص، مفيش خلافات خلاص. ماشي كان ما كانش هيحصل، لكن ولولا ربنا ربنا وربنا. وبعدين انت حضرتك اللي انت جبت لي بنتي ما كنتش اشوفها. هو المرض بيتهيألي كان حاجه صعبه قوي بالنسبه لي، بس ما كنتش متوقع ان انا اشوف بنتي. سيب الإرادة اللي أنا نفسي اللي أنا أشوفها ربنا كتبها لي على إيدي. شوفها خلاص، هما مش زعلانين منك، مفيش خلاف خلاص. مش هتخلي أنا أشوف بنتي خالص. هجيب لك مراتك كمان لو عايز. الله يخليك يا أستاذ رحيم. ربنا هما خلاص، هما هيجوا يزوروك على طول بعد كده. ربنا يكملها معايا بالستر وأخف بإذنك يا رب، وأرجع أقف على رجلي تاني يا رب إن شاء الله. جه النبي يا رب. وألف شكر لحضرتك. ربنا يخليك، وهاجي بكرة أقول لك هنعمل إيه. ماشي. Thank you.
عرضنا بس الحكايه دي عشان اوريكم بس ان الخلافات بتدوب في لحظه. لو مقاطعين حد او زعلانين من حد ما تستنوش لغايه ما يوصل انه بيموت. لما يكون بينكم وبين حد خلاف ما تستنوش لما يكون في مشكله او ان هو في اخر ايامه عشان تروحوا تكلموه. دايما افتكروا ان الحياه ليها اخر، ودايما افتكروا ان مفيش حاجه مستاهله، ودايما افتكروا ان الحياه ولا حاجه، وفعلا ما بقاش فيكم خلاف بينكم وبين حد. انا عن نفسي من النهارده من هنا بعلن ان انا ما عنديش خلاف مع حد، انا ما عنديش خلاف خالص مع حد. اي حد انا متخانقه معاه دلوقتي او متضايق مني او انت اللي متضايق، لكن انا مستعده اكلمك ومستعده اعرفك ومستعده، لان اللي انا بشوفه ده فعلا بيأثر فيا اكتر من اي حد تاني. بجد ما فيش حاجه مستاهله، وبجد وانا بعمل كده في حياتي بصراحه، انا ما بتخانقش، انا بمشي بنسحب. لكن بصوا اقرب الناس لبعض، لو عندك مراتك او عندك جوزك او اخوك او اختك او خالك او عمتك او عمك ومقاطعهم ومستني لغايه ما يعيوا او يموتوا عشان تروحوا العزاء، دي حاجه وحشه قوي. نداء مره اخرى للدكتور مجدي يعقوب، حضرتك تقدر تزرع قلب لمحمد. انا شايفه ان ده الحل الوحيد. انا هاخده بره مصر عشان اقوي له عضله القلب، لكن ده مش هيحل حاجه. محمد لازم يزرع قلب. نداء مره اخرى للدكتور مجدي يعقوب، محمد محتاج يزرع قلب، ومن واجبنا كلنا ان احنا نقف جنبه. ادعوا لمحمد، كلكم ادعوا لمحمد، لان انا مصممه ان محمد يخف، مصممه ان تيجي اللحظه اللي هنوصله فيها بيته هو ومراته وبنته، ونقول لهم عيشوا ببركه ربنا، وعيشوا ربنا يسترها عليكم، وعيشوا ربنا يبعد عنكم اي مرض واي مشاكل. حلم وهيتحقق باذن الله، باذن الله، باذن الله، باذن الله هيتحقق. نرجو منكم الدعاء يا جمهوري عظيم. من على الارض اول، عشان كده بقول لك انت ميت وانت عايش. لكن الامل يفتح ببان، يا تكون قد الحياه، يا تعيش وحيد وسط الضروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. أصعب ممكن لو أحد يتحكم في ابنك، هو يقدر اللي هو يغربه لك أو يسمع صوتك. يمك أوام عدي، امشي الطريق، امشي جرح الايد اكرم من مد الايد يا استاذ هلا، ومن ربنا قلناك كنت انتحرت. حياتك اهم من اي حاجه في الدنيا. النور مكانه في القلوب.